يعطيك العافية زميلنا علي رباح، وأيضا للشباب يعطيهم ألف عافية. مشاهدينا، قد يعاني البعض من مشاكل مفاجئة في الشعر وفروة الرأس، فما هي العلاقة بين صحة الشعر وصحة الإنسان عامة؟ وهل تشير بالضرورة إلى مشكلة صحية أو نفسية؟ وكيف نحافظ على شعر صحي؟ الأجوبة تأتينا من دكتور أشرف بدوي، أستاذ الأمراض الجلدية والليزر في المعهد القومي لعلوم الليزر في جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية الأوروبية لتجميل الجلد، والذي ينضم إلينا مباشرة من القاهرة. صباح النور دكتور. صباح الخير سارة، أهلا وسهلا بك وكل المشاهدين الأعزاء. يسعد صباحك دكتور. بداية خلينا نتكلم من أكبر مشكلة يشكي منها الناس، وهي التساقط المفاجئ للشعر. ما هي أبرز الأسباب؟ الحقيقة في أسباب كتير لموضوع تساقط الشعر ده، منها حاجات كتير عامة، مش زي ما احنا متخيلين ان احنا لما نستخدم علاجات موضعية هتحل المشكلة. لو حصل نقص في الحديد، مخزون الحديد او الهيموجلوبين، ده يؤدي الى تساقط الشعر. لو حصل توتر وارق وعدم نوم جيد، ده يؤدي الى تساقط الشعر. بعض الامراض العامه زي خلل في الغده الدرقيه او خلل في الهرمونات ايضا تؤدي الى تساقط في الشعر. ولكن اللي يهمني ان انا اشير اليه ان في بعض العادات السيئه اللي احنا كلنا بنعملها ولا ننتبه الى اهميتها، زي مثلا الاجهاد بتاع العين. الاجهاد بتاع العين بيؤدي الى تساقط في الشعر. الناس اللي عندهم خلل في النظر، ده بيؤدي الى تساقط في الشعر. النظر الى شاشه التليفون لفترات طويله بالليل قبل ما بننام، ويكون الشاشه بتاع التليفون هي المصدر الوحيد للاضاءه، ده بيؤدي الى تساقط شديد في الشعر والى الهالات السوداء حوالين العين. فدي كلها عادات محتاجين ان احنا ناخد بالنا منها. بالاضافه الى كده، الصبغات دي بتؤدي الى ضرر وتلف في الشعر، ويؤدي هذا الى تساقط الشعر بصوره كبيره. يعني معلومات جديده دكتور، وجدا مثيره للاهتمام. طيب ماذا عن ظهور القشره والحكه في فروه الراس؟ ايضا يشتكي منها الكثير، ما هو علاجها؟ هو الاول عشان نشوف علاجها لازم نعرف الاسباب. الاسباب قد تكون اكزيما دهنيه، او الناس اللي عندهم فروه الراس دهنيه شويه، هذا قد يؤدي الى نمو بعض الفطريات وتؤدي الى قشره ورائحه غير مستحبه، وفي الحاله دي طبعا لازم يتم العلاج المناسب. الحاجه الثانيه اللي تؤدي الى زياده قشور الشعر هو انه يبقى في بعض الناس اللي بيستخدموا كريمات او بيستخدموا شامبوهات غير مناسبه بالنسبه لهم، وده يؤدي الى تهيج وتحسس في فروه الراس، وده يؤدي الى قشره. وبالتالي لازم ان احنا الطبيب يبقى عارف ايه سبب القشره، هل هي تحسس ولا فطريات، ويتم العلاج بالطريقه المناسبه. نعم، يعني دكتور ماذا عن أشعة الشمس طيب وضررها للشعر؟ الآن نشاهد في المحلات ويتم الترويج لحامي الشعر من أشعة الشمس. طبعا ده مهم جدا، لأنه أشعة الشمس لو الإنسان تعرض ليها لفترة طويلة، ده بيؤدي إلى تلف في البروتين بتاع الشعر، وده يؤدي إلى تقصف الشعر وتساقطه. وبالتالي بيبقى مطلوب ان احنا ننبه الناس ان لما يكون في تعرض للشمس يكون في الفتره اللي هي بتاعه ساعتين بعد الشروق وساعتين قبل الغروب. نحاول نتجنب الفترات اللي ما بين هاتان الفترتان. كذلك لو حد هينزل حمام سباحه، الكلور بتاع حمام السباحه ده بيؤدي الى تلف الشعر، فلازم يبقى في تغطيه للشعر بالبنيه اللي بيتلبس في الاوقات دي. كمان لازم نبقى عارفين ان الشعر اللي متعرض للتشقير او البليتشنج ده بيبقى معرض اكتر للتلف في حاله تعرضه للشمس. دلوقتي بقى في منتجات موجوده في الماركت، سبراي في حمايه للشمس، والقبعات اللي ممكن تتلبس اثناء فترات الصيف والتعرض للشمس برضو بتحمي الشعر بدرجه جيده جدا. نعم، وبالتاكيد المحجبات هن محميات بالطبيعه، يعني عن طريق ارتداء غطاء راس. طيب دكتور، بالفتره الماضيه وخلال كورونا اكتسب الجميع وزن زائد، الان يحاول البعض التخلص من هذا الوزن الزائد. اخبرنا عن ارتباط الحميه القاسيه وتاثيرها على صحه الشعر. طبعا ده من الاسباب القويه والمهمه لسقوط الشعر، ان يبقى فيه حميه قاسيه. ودايما احنا بنقول انه الافضل بكتير من الواحد يعمل حميه قاسيه، ان يبقى فيه بالانس ميل، يعني يبقى وجبه متوازنه، ونحاول ان احنا نقلل الوزن بالرياضه.
عن مش ان احنا نعمل حميه قاسيه، لان لو العناصر اللي بيحتاجها الشعر ابتدت تبقى قليله ده بيؤثر بالتاكيد على الشعر وبيؤدي الى تساقطه بدون شك. وكذلك الناس اللي بتعمل عمليات بتاعه الجاستريك بنداج والبالونه بتاعه المعده والكلام ده كله بيجوا طبعا بتساقط في الشعر، فبننبههم ان يجب ان يكون هناك المكملات الغذائيه اللي تعوض النقص اللي بيحصل في التغذيه علشان الشعر لا يتاثر سلبيا. طب ماذا عن الادويه دكتور؟ نعلم انه بعض الادويه لها اثار جانبيه، هل هناك بعض الادويه من اثارها الجانبيه تسبب بضرر للشعر؟ اكيد احنا عارفين ان الناس اللي بتحتاج انها تاخد كيموثيرابي مثلا بيحصل تساقط شديد في الشعر، ولكن كمان في بعض الادويه زي مثلا الادويه بتاعه الغده الدرقيه قد تؤدي الى هذا، بعض الهرمونات اللي بتتاخد مع منع الحمل ممكن تؤدي الى تساقط في الشعر. الحقيقه ان بعض الادويه بيبقى ليها تاثير متباين من شخص لشخص، في بعض الناس مع حبوب منع الحمل الشعر بيتحسن وفي بعض الاخر بيسوء، فدي فيها بيرسونال فاريشن او بتختلف النتيجه بتاعتها من شخص لشخص. طيب في حاله ان حصل ان اي حد بياخد دواء، الادويه طبعا دي بتبقى بتاخد لاسباب مهمه، فلو حصل تساقط في الشعر ما نوقفش الدواء غير لما نرجع للطبيب ونستشير طبيب جلديه عشان نشوف اذا كان في بديل مناسب لا يؤدي الى تساقط في الشعر. نعم، طيب هنا دكتور اتينا للطبيب واهميه المتابعه معه منذ بدايه ظهور المشكله واهميتها عدم اهمالها وانتظارها، وايضا يعني يا ريت تعطينا نصائح نحافظ فيها بها على صحه شعرنا. الحقيقه ان احنا لازم نبقى عارفين ان طبيعي ان ينزل من الشعر كل يوم حوالي 150 شعرايه، وده بسبب ان في شعرايه جديده بتطلع فبتزق الشعرايه القديمه. لو المعدل زاد عن هذا يبقى احنا محتاجين نستشير الطبيب. انا بنصح ان احنا بنعمل كشف دوري على النظر مره كل سنه، كشف دوري على صوره الدم وهرمونات الغده الدرقيه كل سنه، بحيث ان لو حصل في خلل في النظر او في الدم يبقى محتاجين على طول ان احنا ناخد علاج. الصوره اللي احنا شايفينها دي بتاعه حاجه زي ميزوثيرابي او البلازما بيتحقن كتير في فروه الراس علشان تقليل تساقط الشعر، ولكن انا دايما بشوف ان الاهتمام بالصحه العامه اهم من ان احنا نستخدم كريمات او بروسيجرز موضعيه اللي هيبقى النتيجه بتاعتها مؤقته وقد لا تؤدي الى نتيجه ايجابيه كمان. فيبقى اذا اي ملاحظه لتساقط الشعر على طول محتاجين ان احنا نستشير طبيب عشان نعمل الفحوصات المطلوبه، والنظر الناس مش بتاخد بالها منه ان هو ممكن يؤدي الى تساقط في الشعر، وبالتالي كل سنه لازم نعمل كشف للنظر ونتاكد ان العدسه بتاعت النظاره او العدسه اللي احنا بنلبسها جيده، لان اجهاد العين بيؤدي الى تساقط الشعر زي ما انا قلت قبل كده. نعم، يعني نصائح مهمة، شكرا جزيلا لك دكتور، بنتمنى صحة شعرية خلينا نقول جيدة للجميع. هو موضوع قد يبدو غير مؤثر على الصحة ولكن هو بالتأكيد مؤثر على الصحة النفسية لدى العديد وخاصة لدى النساء. شكرا جزيلا لك دكتور أشرف بدوي، أستاذ الأمراض الجلدية والليزر في المعهد القومي لعلوم الليزر في جامعة القاهرة ورئيس الجمعية الأوروبية لتجميل الجلد، كنت معنا مباشرة من القاهرة. أهلا وسهلا سارة، متشكرين. شكرا جزيلا دكتور.